هذا مدخل عمارة. ننزل. لما كان عدادات الموية. هذا الشقة. بالشكل هذا. أول ما تدخل هنا في عندك الصالة. زي ما أنت شايف عشان تفهم الشيء الحديقة. هذا الحديقة. هذا الشارع. هذه سيارتنا. بالشكل هذا. هذا غرفة الصالة. هذا المطبخ. تمام، هذه الحديقة اللي قلت لك عليها. طبعا عمارة لسه جديدة يبغى لها تنظيف. هذه حديقة تقريبا 20 متر. هذه تقدر تسكرها من فوق. تمام، اللي هنا زي ما انت شايف، شايف المكان هذا بعد الأصفر اللي هو لونه رصاصي كده. هذه حديقة عن جارك برضه، هو مسكرها بنفس الطريقة، يعني لغاية الحد هذا تقدر ترفعها تقريبا متر مترين ثلاثة أربعة أمتار وعشرين سنتي. بالشكل هذا الحديقة تقدر تسكرها وتوسع المطبخ مثلا، تكبره. تمام، هذا المطبخ تكبره لهناك، وبرضه الغرفة الثانية اللي جنبها هذه. طبعا المطبخ يجي بالشكل هذا، الديكور حقه كله ديكور جاهز. مرة ثانية نرجع الكريدور. هذه غرفة دخلناها، نروح الغرفة هذه اللي قدام المطبخ مباشرة، برضه نفس الشيء. تمام، شباك واضح قدامك كل شيء. هنا غرفة ثانية، زي ما انت شايف بالشكل هذا. هذه معدات حاطينها للعمال. برضو هذه مرة ثانية حديقة، تقدر تهدم الجدار هذا، الجدار هذا ينهدم. تمام، وتمد البر الغرفة هذه، أو تخليها حديقة صيفية تطلع فيها بالصيف حاجة زي كذا. هذا برضو هنا غرفة بالشكل هذا، وبرضو نفس القصة، الشباك زي ما انت شايف بالشكل هذا. تمام، برضه يدخل لها هواء وشمس، يعني زي الطابق العلوي. نرجع مرة ثانية الكريدور. هنا في عندك الله يكرمك حمام عربي، وهنا وانت بكرامة الحمام العادي. في تواليت طبعا، بانيو دوش، ومكان للتسريحة. يعني بالشكل هذا الشقة كلها. ثلاثة غرف وصالة. هذه غرفة، هذه غرفة، هذه غرفة. تمام، وبرضو هذه غرفة، وانا عندك التواليت والحمام والمطبخ والحديقة. هذا المدخل حقها طبعا منفصل زي ما انت شايف. بعد ما ادخل من باب الشقة للحديقة، الحديقة برا ما لها اي باب على الخارجي، يعني هذه الحالة تماما بالشكل هذا الحديقة. وبرضو زي ما انت شايف الرجال يعني يزبط الديكور. وهذا العمارة جديدة طبعا، تمديد الغاز اللي اوريك اياه. هذا تمديد الغاز، الغاز يوصل عندك لغاية المطبخ زي ما انت شايف. هنا في عندك هذا مكان يركب فيه الغاز حق الفرن، وهذا برضو مكان ثاني الغاز عشان تركب سخان الموية. هذا سخان الموية يركب هنا بالشكل هذا، هنا يركب. هذه الكهرباء حقته والموية حقته كلها جاهزة. شقة حلوة. هذه المرة الثانية الصالة هذه. هذا هو، هذه الشقة كلها.